سلام عليكم. سلام عليكم. شو بخير؟ عيب وعار انك تسمع في باك وتسمع في امك وتسمع في خاك وتسمع في جدك وتسمع في خالتك او لفرد من العائله ديالك، واخا يكون دار لك اللي دار، واخا يكون معرف يكون اكبر خبيث كان في حياته ولا في الشباب ديالو، راه في هذه اللحظه اليوم مومون دو فيبلس، وراه لا درتي له شي حاجه من عند الله سبحانه وتعالى ولا غادي يجازيك. اليوم هو 8 مارس، نتذكر نساءنا خلال هذا اليوم. برنامج كلنا أبطال اختار فئة الأمهات والجدات، جمعية تهتم بهن أيضا، معا لفك العزلة عن المسنين، مسنون ومسنات، رعايتهم والسؤال عنهم. صاحب المبادرة لبيب المسعدي. روبورتاج خديجة أكراي، أمين عدراوي، حسن المهني، عبد الرحيم الراجي، وعماد صابر. اسمي لبيب المسعدي، 37 سنة، من مواليد مدينة القصر الكبير، أبو لطفلين، عشت مدينة باريس واشتغلت هناك كسائق تاكسي. عدت إلى أرض الوطن منذ سنة تقريبا، أطلقت يعني حملة أمري الوالدة وصاحبة المبادرة، وأسسنا فيك جمعية معا لفك العزلة عن المسنين. كنت على ارتباط بالمغرب، يعني انا يعني وطني حتى النخاع، وعاد الارتباط ديالي بالام ديالي كان يعني عميق جدا بحكم انني الولد الوحيد. ملي توفى الوالد ديالي الله يرحمه في 2007، حاولت نجيب الوالده تعيش معايا في باريس، ولكن ما صبرتش على الحياه الباريزيه. ما كاينش الجوره، ما كاينش السوق، ما كاينش الجامع، ما كاينش بزاف ديال الحوايج، خاصه ملي انتقلت رحلت من مدينه صغيره لباريس، يعني لباريس العاصمه. وقررت بان ترجع بحالها. ملي رجعت بحالها طاحت في العزله، يعني ليزولمون، ولو سول كونتاكت اللي كان عندي معها هو هذاك لو تيليفون، اي اونكور لو تيليفون فيكس. يعني ملي كانت كتجاوب كان الشيطان كيقول لي يا اما هذه طاحت في التروج، يا اما سخفات، ولا لا قدر الله ماتت، يعني الله يطول عمرها. يعني دائما كنت عايش في ديك لو ستريس وديك لونغواس كوتيديان. خصنا نسافروا. اللي بغيتي. شو مراكش؟ اللي بغيتي، عمري ما شفتها. عندي الناس مراك صحابي ان شاء الله. ان شاء الله نهار اللي جا من فرنسا فرحت به، ولاني خفت على المستقبل ديالو. صافي هذا هو، وفرحت قلت مستقبل عامله في قلبي، نوليداته وليله هو ونصغره، ولاني هو شوف خلى كل شيء وتبعني انا. ابو لي طفلين كو جيم بوكو، يعني نيرمين عندها دابا 15 عام، وسي محمد الفضيل عنده دابا 13. اولادي عزيزين عليا وكنبغيهم بزاف وكنتخيلهم ما كيتحيدوش من الخيال ديالي يوميا. المشكله شنو هي؟ المشكله حنا طلقت مع يماهم في 2009، طلقنا بمشاكل. ما غاديش نقول لك انا بريء ولا هي بريئه ولا انا الديفو ولا هي الديفو. واحد مثل الفرنسي كيقول لك يا با دو بلون يا با دو نوار تو تي غري. دونك ديفورس كاين الوليدات. للاسف انا مع مون اكس فام ما كانش عندي داك التواصل الدائم، نبقاو حنا غير حباب باش يبقاو ديك الوليدات، يعني دي كانوا الوليدات دائما داخلين في المشاكل. اي سي اون برو كل مشكل بوحدو، يعني المشكل ديال امي راه هي اللي كاين. راه انا مشات راه ما كاينش وحده اخرى غادي تعاود. سي ميشون لا قلت لك الولاد غادي يتعاودوا، سي تري ميشون، مي فو سافوار ايتري غويس بعض المرات. فو لافوار دون كوتي بوزيتيف هادشي اللي كنقول لك. D'une façon plus. Je suis pas en train de faire la morale. Mais بالنسبه للوليدات شنو هي الوليدات؟ واش يشوفوا باهم كي ديفورسي avec leur mère détruit psychologiquement au bout de 20 ans، او اللي يشوفوا باهم il a fait quelque chose dans la vie، il a apporté une idée ou il a lancé une initiative. ما جابش الفلوس مثلا، جاب شي حاجه مورال.
عيشة هذا هو عيشة أنا دخلتني خطيك أخوي وعيشة ها لاباس زين كلشي بخير كلشي بخير الحمد لله كتجي عندك بنتك خصني خصني غير من وجهكم العزيز ياك لا يخصك لا يخصك باش ما عطى الله انا غادا الحاله ديال ام عائشه انا بحكم الشغال ديالي في كسائق سياره الاجره الصغير بمدينه القصر الكبير بالصدفه كنتلاقى مع واحد جوج ديال الاخوان مخرجينها من المقهى اللي كانت كتشتغل فيها سابقا مشات باش كدير المسائل ديال الاداريه كيعاونوها ملي ركبوها معايا سولتها قلت له واش انتي ما عندكش الابناء عايشه بوحدك واش ما كاينش اللي يعاونك قالت لي انا عايشه بوحدي عايشه بوحدي قلت لها كاين واحد الجمعيه اللي كتعتني بالناس المسنين الفاقدين السند اللي هي كتدخل في الاختصاصات ديالنا جينا عندها حبدت الفكره ام عائشه في الاول قالت لك مرحبا بكم عندي وتجي وجينا عندها لهنا لقينا الحاله ديالها واحد الحاله اللي هي يمكن اننا نعاونوها ندخلوا فيها ودخلنا مع بعض المحسنين الفاكتوره ديال الضو الضو اه الضو جمعت الفلوس زعما كاينه باش نمشي ندير العمليه لهادي اها ملي جاو يحيدوا لي المكانه احنا هضرنا معاهم ما غاداش تحيد لك المكانه والجلاله خلي فلوسك عندك سمعني ام عائشه كيديروا هاد الحملات الطبيه هاد القافلات الطبيه وخدامه مزيان كيداروا 3-4 المرات في العام حنا شجلناك في هاد المره ولكن ما جبرناكش دابا انت مشجله مع مسنات وحدين اخرين عنجي وراك حتى للدار وعندي وقت دير ديك العمليه ونرجعوك تبدلت لي الدار مزيانه وكانت عندي مخان في الشاكه تبيضوها لي وخملوا لي والحمد لله قالتها مخيره ومفرشة دابا الحمد لله غاد زرابي مع راتي كنت كنفرش على الحطيرة وما حاط رجلي فيها دابا مفرشة زرابي والكامة على حقها وطريقة وكل شي دابا الحومة كلها كتبلها معايا من بين الأسباب ديال العزلة خاصة في المدن الصغرى كتجبر في الدار كاين الأب والأم والأبناء لاج كيكبروا الأبناء كيكبروا الأباء تاهما كيكبروا الولد كيكبر كيمشي يخدم في مدينه بعيده غالبا ما كتكونش عنده الخدمه في ديك في المدينه اللي هو فيها كيمشي يخدم في مدينه بعيده اولا كيسافر لاوروبا البنت هي اما كتزوج يا اما حتى هي كتخدم وكتمشي مثلا لطنجه او للدار البيضاء اولا كتسافر كتهاجر دونك كيبقى الاب والام بحكم لاج حسب الاحصائيات الاب كيموت قبل من الام كتبقى دائما الام بوحديتها وبحكم عاوتاني مشاكل العائليه كاينه المراه اللي ما كتقبلش ان المراه ولدها تجي تسكن معاها وكاينه المراه اللي ما قابلاش هي انها تمشي تسكن مع ولدها السلام عليكم اصدقائي مرحبا بكم اليوم معنا في جمعيه معا لفك العزله عن المسنين بحضور بعض الاعضاء ديال الجمعيه انتم كنادي متطوعون بلا حدود وهذا كنهنئكم على هذه المبادره الجميله والراقيه اللي في مدينه القصر الكبير هذا جميل جدا وكما تعلمون ان العمل الجمعوي لا على مستوى المدينه او لا على مستوى المملكه الا ما كانش التطوع والمتطوعين راه ما كاين حتى شي حاجه حنا كنخدموا كمتطوعين وكنا في مؤسسه دار الشباب يعني في دار الشباب في اي حاجه عندها علاقه بالتطوع كنخدموا فيها لكن ماشي بزاف ربما واحد شهر جات الفكره باش اننا نقنوا هذا العمل نقنوه بواحد النادي يعني على الاقل تولي عندنا واحد الصفه قانونيه ونوليو نخدموا يعني بواحد الاسم يعني ولينا كنخدموا باسم ديال النادي لكن بالنسبه للتطوع يعني ماشي شي حاجه اللي جديده علينا في المدينه ما كانتش قبل هذه الفكره ديال المسنين لكن بما ان السيلابي بجال المدينه يعني فراف كانت هو البادره الاولى فبطبيعه الحال المدينه كامله عرفاته لان يعني ماشي حاجه ما كانتش من قبل جات في واحد الوقت وجيز وعرفت بان كاين واحد يعني الجمعيه كتساعد المسنين وكتساعد وكيف ما قلت بان يعني كل واحد حداه في المحيط ديالو شي شخص مسن فضروري غادي تعرف منه سواء في الجيران في الاصدقاء ولا شي واحد من صحابك ضروري كاين المسنين فضروري غادي تعرف وتعرف لان كما قلت هي الجمعيه الوحيده اللي اهتمت بهذه الفئه الاحصائيات كتقول بان حاليا كاين 9.6 ديال المسنين في المغرب او طور دو 2030 غادي يكونوا 15.25% 2050 غادي يكونوا 29.29 تقريبا أو 30% اللي غادي الهرم ديال الأعمار في المغرب غادي يتقلب غيوليو المسنين أكثر من الأطفال
76% ديال هاد المسنين ما عندهمش مستوى ديال ما عندهمش مستوى دراسي، اكثر من 50% فيهم ما عندهمش التغطيه الصحيه، 5.6 فيهم ايزولي كومبليتمون، يعني لا يا بروبليم. صحيحه كبعتي شويه؟ الحمد لله. الجمعيه ديالنا الاعضاء كنمشيو نزورو شي حاله من الحالات، بعض الاحيان كتكون متطلبات في المتناول، كنقدروا نتعاونوها مع بعضنا ونشريو نصلحو ونشريو ونديروا لاميناجمون ديال الدار اي حاجه كان، ولكن بعض المرات وفي شي حالات كيكون شي كوتشي الثمن ديالو طالع بزاف، تقدر تشري واحد مره، المره الثانيه، مرة ثالثة، وإنما ما يمكنش دائما تغطي المصاريف ديال هاد الناس هادو. هذا الدواء كلشي كاين عيط 900 45000 فرانك اكثر. حنا شوف حنايا باش نشرح لك امي فاطمة، حنا اللي قدينا عليه واخا راه غادي نديروه، واخا اللي ما قدينش عليه نتمناوه. حنا دابا خدامين على واحد المشروع ان شاء الله الى كتاب بشراكة مع المؤسسات الرسمية، هو انه واحد المركز تبقى في الصباح تجي تقيلي عندنا، تاكلي تفطري تغداي تلبسي تاخدي الدواء ديالك في الوقت وتتابعي الماكله اللي مناسبه للصحه ديالك، وفي الليل ترجع للدواره ديال الناس. انا قاعده بوحدي باش ما عطى الله، انا غاده مقاده مع الوقت، انا مريضه ونجيب شي حد يسكن معايا ما تجيشي. كان راجلي وكانت معايا اختي وليداتها صافي، إوا نهار لي حيد الراجل كل واحد قبض طريق. فاطمة مسكينة النهار الأول داروا معنا الناس، مشينا وفرنا الفلوس ديال الدواء، مي مشينا نشريوه، شوف لحسن الحظ الطبيب باش تيتخلص من عندنا مسكين في بلد القلب راه في العرايش. مشينا عند الفارماسي مي عرف الحاله ديالنا وعرف راه جمعيه كذا، تخلص تقريبا في النص ديال الثمن، ولكن الدواء ما هذا راه اليوم تشري له وغدا تشري له، وهي رخصه دائما الدواء مسكينه، ماشي غير اليوم ماشي غير غدا، خاصها دائما كوفري ولا الدواء ديالها، كيجيها عندها غالي الدواء عليه 500 درهم تقريبا في في الروسيطه ديال الدواء، ما يمكنش كل مره تخلص لها. الله يحسن العون، كاين شي هي سيدي مسكين، كاين هاد الحاله وكاين حاله اخرى وكاين حاله اخرى وحالات اخرين باقي ما شفناهمش. فكر العزله لا يقتضي عن اصلاح غرفه وشراء بعض المسائل كالاتات وداك الشيء، خص الزيارات. اقترحنا في الاول نديرو ان بلانين دو فيزيت، نشدو واحد البروغرام ونجمعو لي بينيفول ونشدو واحد المسن او مسنه ونقولوا له مثلا دابا هذا باب قادر مثلا راجل كبير عنده 80 عام، نعطيو هذا الكوردوني ديالو كاملين ونقولوا حنا بغينا ننظموا واحد البرنامج ديال الزيارات. كل واحد يقول انا غنزور بو عبد القادر قسمين في الشهر. اذا جمعنا 30 واحد هذاك بو عبد القادر يوميا يجي عنده ان بينيفول، وديك اللي غادي يجي يدي معاه ان بلاطو غوبا، يدي معاه 10 درهم ولا 20 درهم. كاين المسن اللي لاباس عليه سلعه جلس معاه، عضق عليه، طلع عليه بوطه، بدل ليه بوله، ديه المقاطعة، قرا لوبرا، ديه الطبيب، ديه الفارماسيان، ما دير والو، عا جاي يجلس معاه. خديجة هنا في المدينة العتيقة ديال المدينة القديمة ديال القصر الكبير في حي الديوان. هذا الحي عتيق جدا، يعني عنده تاريخ تاريخ قديم، بزاف ديال الفنادق بحال اللي كتشوفوا دابا. هاد الفنادق هما عباره عن غرف، يعني السيمه ديال القيمه الكرائيه ديالها ما كتعداش 10 درهم 12 درهم في النهار. اغلبيه ديال اللي ساكنين هنايا هما من الفئه الهشه المجتمع، يعني الفئه الفقيره جدا المعزوله او المتخلى عنهم. كتجبر الفندق ها هو نقي، كاين الماء، كاين الضوء، كاين كل شيء، ولكن ما كاينش الرعايه. الا ما خرج يمشي يدبر على راسو يسعى، راه ما عنده اللي يعطيه طرف الخبز او اللي يخلص له هذاك القيمه ديال الكره. فوالا، حنا كنشوفوا مثلا اليوم الحاله ديال السيده فريده. هذه السيده
رجلها مقطعين انت كتشوفها معاقه ما عندها حتى شي واحد. هي جايه من مدينه الدار البيضاء، تقول بان كانت عندها بنتها توفات هذه البنيته الوحيده رفقه زوجها في واحد الحادثه سير، وخلت لها بنيتات يعني عندها حفيدتها، وهذوك الحفيدات عايشين مع اختها هي، وما يعني ما عندها حتى شي مدخول، ما عندها حتى شي حاجه، فقط انها كتجي تسعى هنايا. الله يجازيهم بخير، وفعلا ربي غيجازيهم. هذا مش حاجه سهله، لا حاجه كبيره، باش واحد معاق يهزوا ليه معنويته راه مش سهله بنتي، مش سهله. هذه فرحه كبيره، والله اللي مطالع على الكلام اللي كنقول يعني كيخرج مننا، كنصنعش فيه منين، كنطلب ليهم كل واحد فيهم والله ينقشوك من طريقه، والله يعطيكم على قدر نيتكم، والله يفاجئ عليكم جميعا والصحيحة، الله يعطيكم صحيحتكم ونور عويناتكم، حيت الصحة هي الأساس. الله يعطيكم صحيحتكم، الله يعطيكم صحيحتكم. عيب وعار أنك تسمح في باك وتسمح في أمك وتسمح في خاك وتسمح في جدك وتسمح في خالتك أو لفرد من العائلة ديالك، وخا يكون دار لك اللي دار، وخا يكون ما عرف يكون أكبر خبيث كان في حياته ولا في الشباب ديالو، راه في هذه اللحظة إليهم مومون دو فيبليس، وراه لا درتي له شي حاجة راه من عند الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يجازيك، راه ماشي لعب. وعيب وعار أنا ما عرفتش كيفاش هاد الأبناء أو الأحفاد ملي كيشوفونا درنا الرعاية ديال جداه ولا ديال ماه، وكيجي الناس ما عرف كيفاش، لأن واش كيتسنى أن تجي جمعية دير له الرعاية ديال باه ولا يماه ولا جداه؟ راه بإمكانه أنا في بلاصتو بيدي بسناني باللي كان نجيب مي حدايا، أو لا نخليها في بلاصتها وندير لها الرعاية ونعطيها ما تاكل وتشرب، يعني ما نخليها ما نقصل حتى شي حاجة. كنرضي عليه في الزنقة ماشي في وجهه، اللي في قلبي نخرج نرضي، نمشي نجوا مع نرضي، نقدس في الدار نرضي، ناش معبر عليا، وكنطلب الله تبارك وتعالى يفدي له اللي ضاع. الابطال هو الواحد اللي كينوض يخدم في الانسانيه، في سبيل الانسانيه فقط، ما عنده حتى شي هدف، لا مصلحه ولا هدف سياسي ولا هدف مادي او لا حتى شي حاجه. البطل هو اللي كينوض وكيقول اليوم غادي نقوم بواحد الدور انساني، غادي نصدق، غادي نعاون واحد المراه كبيره تقطع الشارع، غادي نطلع بوطه لواحد السيده الميده ديال الخبز غادي نوصلها ليها، غادي نعاون ماديا سي جي دو لارجون، ومشي نسول في ديك الحاله. هذا هو البطل لله في سبيل الله.